العاشق لحظة سحر بيبان، يسرق من الشفا الدفا ولحظة حنان، وبيرسم الذكرى حلم على الحيطان، وجوا حيطان كتب قصص وكلام. مهما بصصنا بنختلف نبقى جيران، إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان، مهما افترقنا بنجتمع بأحلى غرام، دقت قلب ضحكت عيون نامت كمان. مهما بصصنا بنختلف نبقى جيران، إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان، بنختلف نبقى جيران، إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان، مهما افترقنا بنجتمع بأحلى غرام، دقت قلب ضحكت عيون نغمة كمان. انت يا عم البطريق، انت رجعت نمت تاني؟ ادهم ادهم نايم هيك بفيق واحد اذا كان نايم وغفلان. الله يهديك. اتفضل يا عم الرومانسي. متولي حبيبي، متولي يا ضنايا، متولي يا نور عيني. يا ساتر يا رب. شو بقى؟ ايه سمير؟ بسم الله عليك. بسم الله عليك انت يا حبيبي. في حد صحيح حد براس يقول اسايا دي في وشه كده؟ قوم لحق شغلك، حيروح عليك هذا التاني متلاقيح جوا وما بده يروح. يا حبيبي ده باشا برنس، انت فجأة تافه زيك، ده بيشتغل بالليل بس. اها اي الصفل، يلا حرك لي حالك. يلا يا حلوين هنتقرع الشغل. يلا يا بيه يلا. بتوضي يعني عاجبك هيك وضعنا يا سيد مراد؟ ليش شو بوضعنا يا انسيا يا سمرة آسيا؟ ضحايا الليلة الأولى، الله يستر من اللي جاي. بقول لك إيه، زي ما بلتنا بيها حتمشي. كملي يا انسيا سمر. أمر ليش سكتي؟ كملي تهديدك. لا
قمر ما قصدها تهددك، بالعكس معقول نحن نهددك؟ قمر قصدها تنبهك بس. قمر عم تعبر بس عن امتعاضها، عن امتعاضها. ايه شو عليه؟ الامتعاض امر طبيعي، كل الدول المتحضره بتمتعض. زي ما حدش فيهم يصحيني لحد دلوقتي، فاكرين نصهم عايشين في بيت لوحدهم. ماشي اوكي ماما، مفيش ذوق، مفيش ادب، مفيش اخلاق، مفيش احساس اصلا. ما هي دي، هي دي مشكلتنا في العالم العربي، كل واحد بيفكر في مصلحته وبس. لو كل واحد فكر في غيره ما كانش ده بقى حالنا اصلا. اه زي شيرين. استاذ مراد، تخيل يا استاذ مراد، تخيل سابوني نايمه لحد دلوقتي، ما حدش فيهم فكر يصحيني ولا يفكر في مواعيدي وفي مسؤولياتي وفي مشغولياتي. مش معقول بيفكروا في نفسهم وبس. صحيح انا ساكنه معاهم جديد، بس برضو كانوا لازم يفتكروني. هو انا شفافه مثلا؟ ما شافونيش. هي دي، هي دي مشكلتنا في العالم العربي، ان كل واحد بيفكر في نفسه، في مسؤولياته، في مشغولياته، في الحاجات اللي وراه، ما بيفكرش في زميله. عارف حضرتك في المجتمعات المتطوره المتحضره ما بيعملوش كده خالص، بيكون في بينهم اتفاق ضمني كده يعني. خلاص. قصدي صباح الخير. صباح النور. ازيك؟ انسي سلاف اقول لك شغله، خلاص راح افيك الصبح على الموعد ولا يهمك. بجد يا استاذ مراد، بجد انا مش عارفه اقول لك ايه. والله انا من اول ما شفتك حسيت قد ايه انت انسان راقي ومتطور ومتحضر وعطوف ومعطاء. يعني انا كان ليا نظره فيك، حسيت قد ايه انت انسان عميق ويعني معطاء للناس اللي قدامك، مش بتفكر في نفسك وبس. انا كده، انا ليا نظره، ما تستغربنيش، بس انا ليا نظره في الانسان اللي قدامي، مش بفهمه غلط. تاخرتي على موعدك يا انسي سلاف، تاخرتي على موعدك. صح، معاك حق، معاك حق. خلاص هنكمل كلام بعدين، يعني في بينا كلام كتير المفروض نقوله. على فكره اصعب حاجه في الزمان ده ان البني ادم يلاقي اصحاب، وانت صديق مبشر جدا جدا يا استاذ مراد. انا مش هتنزل عنك كصديق ابدا، بس هنكمل كلامنا بعدين. معلش انا اتاخرت على شغلي قوي، هنكمل كلامنا بعدين. يلا مع السلامه يا استاذ مراد، هنكمل كلامنا لما ارجع. مع السلامه. يا اهلا وسهلا بالاستاذ مراد. يا اهلا وسهلا فيك، نورت وشرفت، الله يخليك. اهلا اهلا. شو الاخبار؟ بديك ما تاخذني عم بستقبلك بهالبيجاما. انا هيدي بس بستخدمها للنوم، عندي بيجامات تانية للظهرات الصباحيه. ها هاي البيجاما مو رجالي، هاي بناتيه، كانك اخذها من اختك او من وحده من الصبايا العطشه. ما هيدي اخر تكنولوجي، هيدي حرير ياباني، هاي ما في منها كثير بالعالم. اي عاد عاد. شفت هيدا البوكس؟ هيدا فيه اجود انواع القهوه بالعالم. اعطيك مثل، هيدا البن مثلا مقطوف من جبال سريلانكا عند بزوغ الفجر، محمص لما تنزل الشمس ويروح الندي عنه. هيدا القهوة هون مقطوف من البيرو، وعندك هاي القهوة هون أكيد من جبال التيبت. هاي في ثلاثة بالعالم. أنا كأنه أخذت عدوى من جارتك هاي كثيرة الحكي. شوف أنا ما بحب اللعي كثير، ها مشان هيك فوت بالموضوع مباشرة. أي موضوع؟ ليك لا، إذا بدك تعذبني بشلحك هلا انت وغراضك وتيابك وصبابيتك وساعاتك الفشن هدول بالشارع، عم تفهم؟ وبرجعك للمربع الاول، يعني من محل ما جبتك. بس انت ما جبتني، انا جيت لحالي. تاني شي عيب تحكي مع رجل اعمال عابر للقرارات بهالطريقه، انا انسان محترم الي رونقي، ارجوك احترمني. عابر القرارات قلت لي؟ طبعا. عند ابوري قوم لك، وقف، يخرب بيتك بحالك. لك انت رجل اعمال انت؟ لك يا بني ادم في قاعده لازم تحفظها منيح، فيك تضحك على الناس كلها بس ما فيك تضحك على مراد، عم تفهم؟ شو المطلوب مني هلا؟ ها انت عيني بلشت تفهم علي. خطه عمل شامله وكامله. انا يا سيد عمار ليش جبتك لهون؟ ليش؟ لانك نصاب، كذاب، منافق، تافه، وفي تمن لهذا الحكي، فما في داعي بنو بتفرض اغراضك عندي، لانه راح اشلحك انت اغراضك بالشارع، فهمان؟ أنا كثير بحب القهوة المقطوفة مع بزوغ الشمس. صحتين، شرفت أستاذ مراد، يا أهلا وسهلا فيك، شرفت. تاني ميل، تاني ميل، تاني ميل. أهلا وسهلا. شرفت وأنست، الله يخليك. حل ما روح بده يطلع لي خازوق. والله شغلة النصابين صعبة. كنت عم بشتغل حرامي وماشي حالي، شو الله جرجقني بالنصب. شو قلت شو؟ سلامتك أستاذ. دير بالك على حالك.
استاذ مراد، استاذ مراد ازيك يا استاذ مراد؟ يا خرابي، ايه ده بعد شر عليك، قوم خبر، مش تخلي بالك، خلي بالك كنت هتتعور. الحمد لله انك كويس، والله العظيم اتخضيت جدا لما لقيتك بتقع. الحمد لله انك بخير، الحمد لله، والحمد لله كمان انا قابلتك. تخيل بقى لي كام يوم بدور عليك، كنت محتاجه اقابلك فعلا. بس تخيل لازم احكي لك ايه اللي حصل لي دلوقتي. كنت جايه مع سواق تاكسي ضايع ما يعرفش اي حاجه في الطرق، طلبت منه يوصل لي عنوان عادي، يعني هو اتاري ما يعرفش العنوان اللي هو هيوديه لي، ويا ريته قال من الاول انه ما يعرفش العنوان. عارف لو كان قال من الاول كان هيوفر علينا مجهود وتعب فظيع، انما ما قالش من الاول، عمل نفسه عارف العنوان. فضل يلف لحد ما توهني، قلت له لا من فضلك اقف هنا، انا لازم انزل في الحته دي مش هكمل. قال لي انا هعرف اوصلك ما تقلقيش. قلت له لا طبعا، هو انا هسيب لك نفسي طول اليوم تقعد تضيع لي في وقتي؟ الوقت يا استاذ مراد اهم حاجه في حياه البني ادم، انه يقدر الوقت وانه ما يسيبش نفسه كده لاي بني ادم تافه يضيع له وقته وما يبقاش عارف امتى الوقت عامل ازاي. المهم هو شكله كان خايف ان انا اشتكيه، فراح مكلم واحد زميله برده سواق تاكسي تاني خلاه يجي يوصلني. طلع اضيع منه، هو كمان مش عارف العنوان ومش عارف الطريق، وهو كمان ما قالش. شكلهم هما الاثنين شغالين جداد بس مش راضيين يقولوا. المهم انا ما رضيتش اكمل على المنظر ده ابدا، قلت خلاص قصدي منيح انتهى السكتش هون. يا ريت. الحقيقه عندي هلا انا موعد مع صاحب البنايه فما بدي كمان وقت. طب كويس جدا خدني معاك، انا كنت محتاجه اقابل صاحب البنايه. الحقيقه عندي شويه ملحوظات لازم اقولها له، لازم اوصل له برده شكاوي الجيران وهم بيقولوا ايه، لان مش شرط كل واحد يوصل له وجهه نظره، بس انا ما بقدرش اسكت عن الحق. الحقيقه انا شايفه شويه حاجات محتاجه تتعدل، يعني الواحد لما بيدخل كده عند عارف بين الشقتين اللي في الاول دول في الحيطه رطوبه ضربه في الحيطه من تحت لفوق. ليه بقى؟ لانه واضح ان الحيطه دي وراها المطبخ. ففي نور يا هلا ديما. الرطوبه استاذ مراد، يا استاذ مراد مش طبيعي. هلو اكسكيوز مي، دو يو سبيك انجلش؟ بيرفكت. اي ويل تيل يو سمثينج، يو نو لاست نايت اي واز سيتينج وذ ماي نيبرز، نوت ماي نيبرز اكشلي ماي كوليجز، ماي بارتنرز، وي ليف توجذر. الله يخرب بيتك يا سلاف، شو هالخطا الامن الفالحات؟ ولا واحد من اجداد العظام حاكي عن الحاله، ولا حتى دارسين بالمعهد الامبراطوري الملكي لعلوم الامن. استاذ مراد، رغي ولا تعجن ولا دوران. المهم هو كان معاه موبايلي ماسكه في ايده، انا كنت بوري له بس صوره ليا وانا بعمل دور ميدوزا، عارفينها دي اللي شعرها كله تعابين كده. ياه كنت بعمل الدور ده في مسرحيه من مسرحياتي الخالده الرائعه، قد ايه كنت بحب المسرحيه دي، هاي فظيعه بجد مش طبيعيه. المهم هو كان بيتفرج على موبايلي كان بيشوف الصور، انا قلت له بس شوف الصور، هو بقى عمل ايه؟ راح دخل من الصور على الكونتاكت، دخل على الارقام من كتر ما هو سخيف وثقيل وغبي. مش مشكله خالص، اخذ رقمها من عندي وفضل يتصل بيها ويتابعها، ما سابهاش في حالها ولا يوم، وكانه مثلا كان بيبتزها او حاجه. وانا بقى طبعا ما سكتش، قلت لها يارا حبيبتي يارا يا روح قلبي يارا ما تسكتيلوش، اطلبي للبوليس ما تسيبوش يعمل فيكي كده. وهو كأن حد قاله ان انا بحرضها او حاجه، معرفش مين اللي قاله. راح عمل ايه تخيلوا؟ ابن الحرام الواطي الزباله، سوري يعني مع احترامي ليه، بس هو يعني مش بترجعكي. الله يوفقك، خلاص والله العظيم راسي رح ينفجر ما عاد اتحمل. وانا كمان والله صداع، حرام عليكي حبيبتي. نحن بدنا نقوم نغسل نغير ثيابنا ناكل الامه، يعني عندنا اشياء ثانيه نعملها بالحياه غير انه نسمع لك. طبعا خدوا راحتكم، متقلقوش خالص، اتفضلوا انتوا اعملوا انتوا عايزينه، خدوا شاور ناموا اسمعوا اغاني براحتكم خالص. انا ممكن اكمل لكم القصه دي مثلا بالليل او كمان ساعه ساعتين. تكمليها بالليل ليه؟ تكمليها دلوقتي احنا سامعينك من جوه وعندك روعه. هي شكلها نايمه بس سامعاكي. اوكي تخيلي يا روعه، تخيلي ابن اللذين ابن الحرام الواطي، سوري يعني مع احترامي ليه، بس تخيلي هو عمل ايه. انا اصلا ما عملتلوش اي حاجه، ما اذيتوش والله العظيم ما اذيته، وحيات اكسسواراتي المسرحيه كلها ما اذيته. ان شاء الله يا رب اعدمهم قناع وشح وشح. لو كنت عملت له اي حاجه انا ما عملتلوش حاجه، كل اللي عملته ان انا وقفت جنب صاحبتي، هو ده واجبي. يعني ايه لازمه الصحاب في حياه بعض غير ان هم يقفوا جنب بعض يساندوا بعض يشدوا من اذر بعض؟ في ايه يا الله تساعدنا؟ في ايه مالك انت ليه وشك اصفر كده؟ مالك تعبانه ممقوطه؟ مالك فيكي ايه؟
بصي ما تقلقيش على نفسك خالص، مش عايزه تتخضي على نفسك، انت كويسه جدا وزي الفل، مفيش اي حاجه. تلاقي بس عندك شويه ارهاق مثلا، قله نوم، بتفكري بالك مشغول في حاجه، مثلا ممكن تكوني وانت في البيت عماله تفكري في شغلك، او تفكري مثلا في حبيبك اللي سايبك مثلا. ما هم كل الرجاله عندنا، كل الرجاله عندنا على فكره بيسيبونا كلنا. على فكره مع احترامي للرجاله بس هم كلهم كده. نعم نعم سيدتي الكريمه، كما تفضلتي من الواضح ان المتحدث قبلي لا يملك اي ثقافه ولا اي معلومات عن الموضوع، ولا يمكن ان يتفوه بامر لا يتقن ولا يعرف عنه شيئا، لذلك انا ادعوه لمواجهه مباشره في حلقه قادمه. نعم نعم بكل تاكيد انا جاي. نعم شكرا 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 شكرا. شو خي سمير بيا متولي مش نايم الليله؟ لا هو فعلا مو نايم. ليه خير باشي؟ على فكره اذا في شيء ها بدك تخبرني، انا زميلكم بالبيت، خبرني طلعني على كل شيء عم بيصير معنا. لا ما في شيء منوب، بس كان في صوت غير طبيعي عم يطلع امبارح بالليل، صوت عابر للقارات ما خلى متولينا. ما تقلي انه في حدا بيناتكم عم بيشخر. كلياتنا بنشخر، انا بشخر وادهم بشخر ومتولي بشخر، بس شخيرنا طبيعي. لا بس الصوت اللي كان عم يطلع امبارح بالليل غير، ها في 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 طنين، طنين درجات دوخه. ايه الله يساعده. طب يلا قوم حضر حالك، ما بتروح على الغداء؟ ناطر ادهم وانا جاهز على كله. هيك بدك تروح على الغداء؟ شو فيها؟ بهول تياب؟ كلها روح على كافتيريا، يعني لو انه مطعم بنقول فيها وما فيها. لا يا سمير، لا يا حبيبي، انت زعيم، انت رجل سياسي، لازم محل ما تروح يكون عندك تياب خاصين بهالمحل، ما فيك هيك. زعيم ليك ترامب. هاتلك يا سمير، هاتلك السكينة الصغيرة عشان انت صغير وقصير يا سمير. مصيبي هاي. اخي اهدى شوي، اهدى ريلاكس. كيف بدي اهدى وفي هيك ثغرة امنية بالبناية؟ ولك هاي كارثة وباء. انت مو على الاساس زرعت لهم قنبله اقصد مشكله داخليه عشان ينشغلون فيها؟ شوف يا سيد الاسم بالله سيف. بعرف بعرف، هذا نوع من الصراعات بيتحول عاده من البنايه بيطلع على الحاره في المنطقه. والحل يا اخي؟ الحل راح اطلع هلا لعند الشباب واحكي معهم بكل وضوح وصراحه، والا ما نلاقي حل نضلوا هذول الشباب رفقاتنا. سلام. من غير رغي ولا توعجن ولا فضاران، المهم الولد بقى من كتر ما هو شقي والشيطان عمل ايه، تخيلي في تاني دور راح واقف في البلكونه وراح جاي ناطط من البلكونه، نط من البلكونه تخيلي من تاني دور نط. بقيت بعمل كده 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 كده، افتكرت مثلا حصل له حاجه ولا مات، ده اقل واجب يعني، بس مش ده الموضوع. هو ما ماتش ولا حصل له اصلا ولا جرح قد كده، هو الموضوع كله ان مامته في نفس اللحظه كانت داخله الشارع ماسكه كيس في ايدها اليمين وكيس في ايدها الشمال. كيس في ايدها اليمين ده لونه اسود لونه ابيض مش عارف. لساتها عم تحكي؟ لساتها عم تحكي؟ خبيتك لساتها عم تحكي؟ خفيتكم تقولوا دمكم عايزين تلعبوا؟ ماشي اوكي بتلعبوا معايا ماشي، بس اللعبه دي على فكره مش حلوه خالص. تعالوا بقى عندي وانا اعلمكم لعبه جديده احلى من دي بكتير. اه ما انتوا مش عارفيني وانا صغيره. يا جماعه يا جماعه نحن لازم نصير ايد وحده. ها هلا صار لازم نصير ايد وحده. ما شو هذا المر من هون؟ اه طبعا. اه يا اولاد اللذينة، والله قلبي كان حاسس. كنت عارفه ان انتوا عاملين لي مفاجاه، انا اصلي بشم ريحه المفاجات كده بفهمها وبعرفها كويس قوي، بس مش هقول لكم ازاي، مش هقول لكم ازاي عشان ده السر. عارفين امتى اخر حد عمل لي مفاجاه؟ امتى؟ كان عندي مثلا 9 سنين ونص، 10 11 سنه، كان عندي 11 سنه بالظبط. اخويا وابن خالتي وابن عمتي وبنت عمتي الصغيره قرروا يعملوا لي مفاجاه عشان عيد ميلادي. انا بقى كنت ناسيه خالص انه عيد ميلادي، ما كنتش فاكره. اخويا عمل ايه؟ خلى ابن خالي يكلمني من رقم ما اعرفوش وقال لي ان امي في المستشفى. انا اول ما سمعت ان امي في المستشفى قلبي وقف، طلعت اجري على طول على المستشفى، جريت ورحت على المستشفى. اتاريني اصلا ما اعرفش المستشفى، ما اعرفش عنوانها، ما اعرفش اي حاجه عنها. بعد ما وصلت هناك قلت لا انا مش دي المستشفى، ما لقيتش اي حد. رحت قلت انا هرجع البيت اشوف اي حد من جيراني يوديني المستشفى المظبوط. وانا راجعه طالعه على السلم انا كده بالراحه، بس مطرطقه وداني كانت قد كده وداني كانت كبيره وانا صغيره، سمعت حاجه، سمعت صوتهم بيضحكوا، عرفت على طول ان هم عاملين لي مفاجاه. قلت والله لا انا اللي هرد لهم المقلب. تخيلوا عملت فيهم ايه؟ تخيلوا، رحت متسحبه، انا اصلا كنت رفيعه كده وصغيره، رحت اتسحبت وقعدت اطلع بالراحه بالراحه بالراحه، خبطت على الباب جامد جدا، فتحوا الباب ما لقوش حد، انا كنت مستخبيه على جنب. خبطت تاني فتحوا الباب ما لقوش حد، خبطت تالت فتحوا لقوني في شو. عملت نفسي ان انا هيغمى عليا.
ياه على الالعاب السخيفه اللي انتم مصممين تلعبوها. العابكم سخيفه وقديمه وبايخه ومفقوسه وفهمها كلها وعارفاها على فكره. طب نلعب لعبه جديده. يعني مش دخلتوا قفلتوا الباب باب تاني وبتقفلوه برضو؟ انا هفتح الباب برضو، سهله بالنسبه لي على فكره. والله العظيم فكرتوني برضو بزمان. انا برضه انتوا مفيش فايده فيكم، برضه بتقفلوا الباب في وشي على اساس يعني ان انتوا ما شفتوش وجربتوا بنفسكم ان اي باب انا اقدر افتحه. مش مشكله على فكره، انا مش هفتح الباب، هسيبه مقفول بس بمزاجي. ها مش هضيع عليكم وقت الاستمتاع باللعب الاطفال. عارفين من ضمن اللعب اللي جات لي هدايا دي بقى كان في ساكسفون كده صغير لونه فضي كده وليه زراير كتير ملونه. ساكسفون يعني اصلا او كنت عايزه تمساح. كان في تمساح لعبه كده، اصلا بحب الحيوانات والزحف من وانا صغيره. تمساح بلاستيك يعني، كان موجود في محل كده محل لعب كنت بعدي عليه كل يوم وانا صغيره. اما كنت ببقى انا مدرسه كنت بشوف البطني كان نفسي فيه. المهم لقيت فاضل هديه واحده، انا قلت يا رب يا رب تطلع حاجه عجباني. فتحت الهديه لقيتها ايه؟ عجله. وانا طول عمري بكره العجل، ما بعرفش اركب عجل. ايه بقى سر كل العجل من صغيره؟ كنت بلعب في الشارع مره انا واصحابي وبعدين كان في محل كده في اخر الشارع، محل صغير جدا. في اللحظه دي العيال كلهم جريوا بقى في اتجاه واحد يقولوا العفريت طلع. رحت انا على طول لفه وشي الناحيه الثانيه عايزه اشوف العفريت، وفي نفس الوقت كنت خايفه جدا. فبجري بجري بجري وبص الناحيه الثانيه، فجاه خبطتني عجله. من ساعتها انا بكره العجل وسبت العجل، واي حد يجي يقول لي كلمه بخبط العجل. بس انا طبعا لما كبرت قلت لازم اكسر العقده دي جوايا. كلمت واحده صاحبتي كان ليها واحده خالتها عندها قطه، قطتها كان اسمها نانا.